طب والله يا دندن ان انتي ظالمه الواد يحيى ده معاكي بقى بذمتك، حد يلاقي دلع وما يتدلعش؟ على فكرة مش هو ده الدلع خالص، انتي فاهمة الدلع غلط. خروج وسفر وفسح ورقص، فين الدراما؟ الدراما ان كل ده لازم يحصل بعد ما نخلص التزاماتنا واللي ورانا ومسؤولياتنا. مش عارفة افهمها لك ازاي، بس انا حاسة ان انا محتاجة راجل بجد، يعني راجل يبقى في ظهري كده واحس معاه بالامان، راجل يحتويني ابقى مسنودة عليه. فاهمة حاجة؟ هو يحيى مش راجل؟ لا مش قصدي، طبعا اكيد راجل، بس بدأت احس ان انا مشكلتي الحقيقية ان انا اتجوزت واحد صاحبي. بالعكس طبعا، دي احلى حاجة لما تتجوزي واحد صاحبك. ممكن تبقى احلى حاجة بس مش لما يبقى صاحبك ده قدك في السن، يعني اعتقد ان الست المفروض تتجوز راجل اكبر منها. الراجل لما بيبقى اكبر منك، مش عارفة اشرحها لك ازاي، بس بيبقى محتويكي كده. لا يا حبيبتي، الرجالة دي انقرضت من زمان، هي دي الأشكال الموجودة دلوقتي، تحمدي ربنا وتسكتي. شايفاني يعني عمالة بقطع في هدومي مثلا؟ ما انا ساكتة اهو. لا شايفاكي قلبة كده على الواد يحيى ومش فاهماكي. والله اللي أنا فهمه بقى إن اللي يعيب الراجل جيبه، وأنا يوم بقى لما ألاقي الراجل الصح خلاص، البرايفت جيت وسيلفي وانزلها على الانستجرام وانا مطلعه لك لساني. تعالي قابليني قبل ما اليوم ده يجي. شوفي انا بتكلم في ايه وانتي بتتكلمي في ايه. صدقي بقى ان انا هسيبك واقوم امشي. تروحي فين؟ هروح ادور لي على صاحبه غيرك، اروح اشتكي لها وتسمعني. ليه يا شيخ؟ طب اقعدي يا قماصه. لا ده الاسم الحركي بتاعك ما تنسيش. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.